أنه الأكراد موزعين بوطنهم على 4 دول. أنا طبعا لست ضد قيام دولة الأكراد، الأكراد إخوتي وبحبهم وبحترمهم الحقوق أجباد، ولكن يا أستاذ فريد أين ذهب الأراميون الكلدان الأشوريون؟ أين وطن قلقامش ونبوخذ نصر وأشور بني بعل وحمورابي؟ هل جاءوا هؤلاء من الفضاء يا أستاذ فريد؟ أتمنى أن تقرأ تاريخ المنطقة منذ 7000 عام ليتم توزيعك عادلا في الأوطان يا أستاذ فريد. أولا، ثانيا، أتمنى من الشعب اللبناني أن يطلب من قادته أن يكونوا أحرارا في لبنان ولا يستجوا الحرية من أمريكا وأوروبا، وهذا أكبر عار علينا. ثانيا، أن حنا عجل لي إذا بتريد لأنه السنترال مدوى عندي. أنا أتمنى أن يتركوا الوعظ يا أبو نجورج وأن يتحلوا بصمت النملة. شكرا حنا، شكرا. دكتور جزرة، مساء الخير. أهلا، يعطيكم العافية. أهلا دكتور. أبونا تمني وصغير تقولوا لنا أنت رح تعيدوا الحلقة إذا ممكن، لأنه بالفعل لهذه لأول مرة نسمع حقيقة على التلفزيون. تاني شغلة، أتمنى أنه الأستاذ فريد يسمي الأشياء بأسمائها ويعطينا أسماء أشخاص، ولكن بس إلي سؤال توضيحي، ما هي العلاقة الحقيقية بين فرنسا وأمريكا؟ يعني اليوم اثنيناتهم بتلاقيهم قاطعوا الرئيس لحود، هل يعني أنه اثنيناتهم متفقين على مشروع معين عكس ما حضرتك كنت عم تتقدم؟ شكرا. شكرا لك. خي سليمان من ألمانيا، تفضل. بارخ مور أبونا. أنا هم بريخ، تحياتنا لك ولضيفك الكريم. أبونا أنا عندي شغلة صغيرة، لا بأمريكا ولا بفرنسا ولا بسوريا ولا بالعراق، بدنا نعمل أنه يجب أن نعمل كما يجب ولا أن نلتفت عما يحدث، لأنه من برا كتير العالم عم تخربوا شغلتها أنه تنقر. شكرا لك سامي، هذا اللي بدي أقوله بس. شكرا. مين معي هلأ بعد؟ ألو، طانو الشاهين من ألمانيا، تفضل. ألو، ايه تفضل. تحياتنا لكم، سلام المسيح. اهلا، شرف، عجل. بس بدي اقول لك انه هيدي الام المارونيه يلي خلقت انسان مثل الدكتور فريد ما بتموت. شكرا لك. هيدي الحلقه تنعاد. شكرا استاذ تادر، رح اقول لكم ايمتى الحلقه رح تنعاد. الحلقه بتنعاد نهار الاحد من الساعه 2 للساعه 4 بعد الظهر، والنهار الاثنين الصبح من الساعه 4 للساعه 6 صباحا حتى بالكره الارضيه يشوفوها اكثر. الو، اهلا، مين معي؟ الله معك ابونا، معك شربل محفوظ. ايه تفضل شربل. ابونا بس بدي هنيك على البرنامج، وبحب اقول لك كلمه انت وهالمحاضر الكريم معك، انه بالفعل الموارنة قالوا كلمتهم بلبنان، ولازم كلنا بقى نسمع لهالكلمه اللي قالوها ويوصلوا صوت الحق للمكان المطلوب. وبشكرك. شكرا لك. الدكتور ابو الطايع، تفضل. انا يعطيكم العافيه، ما بدي اطول عليك. تفضل. بس انا بدي هنيكم على هالبرنامج، ويسلم تم ولا الاستاذ فريد سلمان، على القليل عنده غيري اكثر من راس الكنيسه اللي عندنا. خلص خلص، وقف وقف لي على الوقف لي خلص. مدام حريق، تفضلي. مدام حريق، انا بتمنى انه تنعاد هالحلقه مره واثنين وثلاثه. طيب مدام، وبتمنى انه الكل اللبناني يسمعوها ليعرفوا جزء من الحقيقه يلي قالوا. شكرا لك، شكرا لك. سمير من طرابلس. ايه طيب اوكي، فريد نقطع الخط هلا، جاوبني بسرعه، اطفي لي عنه عليك الاتصالات يعني. ولعت لي اياها، ولعتها فريد. شفت، انا بشعر بشعر، تعرف بونا كل مره بيجي على هيدي رابع مره. نعم. على المنبر الحر، ما بحياتي شعرت بحريه اكثر من هون. يا اهلا وسهلا فيك، حريه ابناء الله، حريه ابناء الله. ولا مره اتيح لي، ونحن مش عم نجرح حدا. كنت اعلامي قديم، حتى اثناء ممارستي المهني ما كان عندي الحريه اللي انا عم بحكي فيها اليوم. اهلا وسهلا فيك فريد، اهلا وسهلا. شعوري بانه الناس شبعوا انتخموا من الخطاب السياسي المموه الكاذب اللي عم بيشتغل فيهم ليل نهار. كيف ما بتفتح تلفزيون بتسمع، مره الماضي سميناهم اهل الميه. نعم. عودي الميه اللي بلبنان، هذا الاقطاع الجديد. نعم. هني زيتون، هني واعلامهم وتلفزيوناتهم وصحفهم ومهرجاناتهم وحفلاتهم وغدواتهم وعشواتهم، عم بيغشوا هالشعب. الشعب شو بعرفهم هالناس اذا انا عم بحكي صحيح ام لا؟ ما في منطق، حسوا
انا ماني جاي لا قال له نعملوني نايب ولا عملوني وزير ولا بيعوني شو اسمه في عم بحكيهم بمنطق. اذا في ردة فعل انا تسعدني جدا، وقديش بتمنى انه كل تليمير تصفي من بر حر. خليلي هيك بدي اخذ عبد الله حرفوش. تفضل عبد الله. الو بونسوار. اهلا. انا بس كنت بحب اسمي على الكلام اللي عم بيقوله، كلام رائع جدا استاذ فريد. انما شغله كمان ما حق فيها، نتذكر اذا في نرجع بالذاكره شوي لورا لسنه 75 لما صار في حوار وطني، وشوفوا بعدها شو صار الحوار الوطني. اذا فشل هالمره في خطر كبير على لبنان، وبتمنى على الزعماء يلي عم يسعوا للحرب يتداركوا هالموقف ويعملوا شيء لتحسين الوضع. شكرا عبد الله. بدي اخذ عبدو داغر. تفضل عبدو. بونسوار ابونا. اهلا ابونا. بس المقابله كثير حلوه، بس كنت بتمنى في وجهة نظر انقالت من فريق معين، منها الدكتور فريق. نعم. بس ما فهمنا، ما في حدا موجود معه، لانه في اشياء كتير انقالت تاريخيا وقرينا بالصحف قرينا بكتب انه منا مضبوطة مثل ما عم بيقولها. قال وجهة نظر، مفروض انه على الليل يكون في حدا تاني معه عنده وجهة نظر تاني، يصير فيني ايش لحد نشوف لو شو الحقيقة اللي موجودة. يا استاذ عبدو، يا استاذ عبدو، المنبر الحر مفتوح للكل، هون بيقدر اللي بده يجاوب الاستاذ فريد دون ان يكون في بوليميك. اهلا وسهلا فيه، هذا المنبر مفتوح، خلي يجاوب. ريمون تابت، تفضل. مساء الخير. اهلا. طلب واحد ابونا حلقة صلاة حتى الله يحمي يكون ويحمي استاذ فريد سلمان. شكرا لك ريمون. الو 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 سمير. يعطيك العافية ابونا. اهلا تفضل. بتشكركم على الحلقة الحلوة. طول عمرك. وانا كمواطن الحقيقة طلع عم برجع عيد حساباتي، يعني تنورت من الحلقة واستفدت منها كثير وعبرتوا عن كثير من المشاعر الموجودة والتساؤلات. شكرا كثير. شكرا لك سمير. مي منصور تفضلي. يسعد مساكم. اهلا. يعني يا ابونا انا بدي اشكر الله لانه لاول مرة بسمع فكر سياسي، فكر سياسي، وبحط ثلاث شحطات تحت كلمة فكر. انا بشكرك بشكرك بشكرك، مش رح اقول اكثر من هالقد. شكرا لك. شكرا خينا فريد على جرأته وعلى كده. ما هو لألو. ايه اوكي. الو الو. ايه استاذ فريد جاوب صغير. شو بدي جاوب؟ انا متأثر. اللي عم بيطلبوا المناقشة معه حق، بس المشكلة انه لما بنتطرق لمواضيع بهالشاسعة بهالشكل، حاولت اختصرها لأعطي فعلا وجهة نظر، وأنا قلت هيك وجهة نظر. هلأ في نقطة عادل من السويد. تفضل. أستاذ عادل تفضل. بونسوار أبونا. أهلا حبيبي. بدي أشكرك على الحلقة الحلوة. طول عمرك. وبدي أشكر أستاذ فريد، أنا فخور فيه، أنا فخور أن يكون في عنا رجل عظيم مثل بلبنان. الله يخليك يا استاذ. يا ابونا وانا بتتبع الحلقه بكل انتباه. خلي لي بتذكركم كثير. شكرا لك استاذ عادل، وبرجع بذكر اهلنا واخواننا واصدقائنا في السويد بنهار الاحد 26 اذار اجتماع لاصدقاء تليمير ونورسات الساعه 7 مساء في كنيسه مارفرين بفيربيغارد. من كل السويد مدعوين لهالاجتماع هيدا. الو. ايه مساء الخير. اهلا اهلا استاذ جورج حدد، تفضل. بدي اسال استاذ فريد سلمان، تفضل وقال المرسوم الجمهوري عم بيطلع بدون امضى رئيس جمهوريه. نعم. بيفسر لنا كيف هالشيء؟ يلا هلا بفسر لك، عمل معروف. انا ما قلت عم بيطلع بدون توقيعه، اكثر المراسيم عم بيوقعها. نعم. انا عم بقول الدستور اللبناني دستور الطائف، واذا بتذكر بالماده 23 او 26 انا ما بحفظ ارقام المواد، بتقول ما يلي نصا بدستور الطائف، بتقول اذا اتخذ مجلس الوزراء قرارا بمرسوم وتمنع رئيس الجمهورية عن توقيعه يعطى فرصة 15 يوم، فإذا لم يوقعه نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا بدون توقيعه. اوكي خليني اخذ محمد. الو استاذ محمد تفضل. انا اول شيء اشكركم على الحلقه المهمه كثير كثير كثير، وافتخر افتخر افتخر بشخص مثل هيدا اللي عم بحضره انا، وما عم بقلب القناه لا احضر غير شيء، وبتمنى من
الاستاذ فريد يجاوبني بس على سؤال، شو الفرق بين اتفاق الطائفة؟